اتمنى يا ابو خليل بنرحب بيك معنا في موقع بصراحه. مرحبا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. في مع انطلاق الاسبوع الثالث للحوار الوطني جلسات نقاشيه برضو هامه في المحور السياسي، دايما المحور السياسي جلساته بتبقى ساخنه افكار واطروحات بمشاركه من كافه القوى السياسيه. النهارده كان في لجنه مهمه حضرتك كنت حاضر فيها، وهي جلسه خاصه بالاحزاب وفكره سياده اعضاء مجلس النواب، وكمان مناقشه فكره تفرغ النائب او لا. اشرح لنا كده التفاصيل لحضرتك اللي سمعتها النهارده والافكار، وكمان راي حضرتك في المحور. طبعا احنا النهارده في لجنه مباشره الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي كان عندنا يعتبر دي تاني جلسه لينا في الحوار الوطني. النهارده ناقشنا فكره زياده عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك التفرغ الوظيفي لاعضاء مجلسي النواب والشيوخ. احنا كحزب مستقبل الوطن تم تقديم الرؤيه الخاصه بينا كحزب، وكان رؤيه الحزب متجهه زي معظم القوى السياسيه اللي انا شفته النهارده فعلا ان متجهين للزياده. حصل طبعا يعتبر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر في اماكن كتيره جدا زادت في القطر المصري، زي المدن الجديده، زي العاصمه الاداريه الجديده، زي مدينه العلمين الجديده، زي دمياط الجديده. معظم المدن الجديده دي كلها يعتبر زادت في النطاق الجغرافي لجمهوريه مصر العربيه، فكان من لازم ان احنا فعلا نزود اعداد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وده معظم الاراء اللي انا سمعتها النهارده من معظم القوى السياسيه ومعظم الاحزاب السياسية المشاركة كانت كلها فعلا متجهة إلى ناحية إن احنا فعلا نزود عدد الأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وكمان كان لحزب مستقبل الوطن كان عنده رؤية خاصة بفكرة التفرغ النائب، واللي احنا ملتزمين بالدستور، ولكن خلينا نتكلم على المهن الحرة، ان انا مش هقدر بشكل كبير ابقى اتقيد معاهم بشكل ملزم. فعلا هو طبعا يعني موضوع التفرغ الوظيفي ده يعتبر احنا عندنا او التفرغ النيابي احنا عندنا يعتبر نص دستوري حاكم وانبثق عنه نص قانوني حاكم، لكن فعلا انت لو لما كحزب مستقبل الوطن احنا شايفين الرؤية بتاعتنا ان احنا لو حبينا نطبق الموضوع ده على المهن الخاصة او المهن الحرة، ده هيكون عائق كبير جدا، لان في ناس يعني تشجع ان هي تترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. فدي طبعا احنا رؤيتنا كحزب ان احنا يعني لازم نراجع فيها بعض، لان معظم القوى السياسية يعتبر رأيها مغير لرأي مستقبل الوطن، لكن احنا مصرين او بنقدم الطرح بتاعنا ان احنا فعلا مع عدم التفرغ بالنسبة للمهن الخاصة او الحرة. كطرح ورؤية لسه هل عندنا يعني مقترح بالنسبة لعدد أعضاء مجلس النواب ممكن يبقى كام، عدد أعضاء مجلس الشيوخ ممكن يبقى كام، ولا احنا منتظرين قانون انتخابات ما يسفر عنه، قانون تقسيم الدوائر ما يسفر عنه، عشان أقدر أقول والله الوزن النسبي هيبقى كذا فكل نائب يبقى وزنه نسبي كذا؟ بص، اعتقد ان معظم الاراء اللي بتتقال في الحوار الوطني هي كلها تقديم رؤى، واحنا فعلا قدمنا الرؤيه بتاعتنا نحو الزياده، لكن هل العدد كام او كده اعتقد ده سوف يترك للقوانين المنظمه لذلك. شكرا جدا. شكرا يا فندم. شكرا.